كلمة formation يعني تراكم التأثير. اتفقنا لما انا بدي first stimulus العضلة بيحصل لها simple muscle twitch latent period ثم contraction phase ثم relaxation phase اللي سميناه simple muscle twitch ال first stimulus. أمال إيه formation of muscle contraction؟ ويعني إيه effect of two successive stimuli؟ يعني لو جبت اثنين stimuli ورا بعض هيبقى إيه التغير اللي هيحصل في simple muscle twitch ده؟ يا شباب ده اترسم أو ده اتعمل بناء على ال first stimulus، stimulus رقم واحد. طب أنا لو جيت أعمل تراكم في التأثير، لو جيت حطيت ستيمولس رقم اثنين ورا الستيمولس رقم واحد على طول، ايه الناتج؟ ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي احنا بندرسه. فبنقول effect of two successive يعني متتاليين ورا بعض. effect of two successive stimulus. ادي الفيرست ستيمولس اهو يا شباب، المفروض بيعمل latent period على بال ما يظهر التأثير، ثم contraction ثم relaxation. طب انا لو اديت السكند ستيمولس بعد الفيرست ستيمولس، لو اديته هنا في الليتنت بيريود، المحصله ان هذا السكند ستيمولس لا قيمه له، نو ريسبونس. اصل اثناء الليتنت بيريود بيبقى في حاله من الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، كلمه مش غريبه علينا. Absolute refractory period معناها لن تستجيب العضلة مهما كانت شدة الستيمولس، ولذلك تأثير السكند ستيمولس إذا حصل ورا الفيرست ستيمولس على طول ووقع في الليتنت بيريود مش هيحصل أي استجابة. طيب الحالة اللي بعدها، إذا وقع السكند ستيمولس أثناء الكونتراكشن، آدي الفيرست ستيمولس أهو يا شباب latent period. طب هو يرسم contraction كده، رحت انا نمتي second stimulus، second stimulus وقع اثناء الكونتراكشن في الظهر التام، فاللي يحصل هنا هو ان second stimulus يخلي الكونتراكشن يبقى اكبر شويه، وبعدين يحصل reaction. يا شباب موعدنا 12 ونص عشان ما يحصلش عطله في الحته. السكند ستيمولس لما وقع اثناء فتره الكونتراكشن كبر الكونتراكشن. ثلاثه، الحاله اللي بعدها، انا اديت فيرست ستيمولس، حصل ليتنت بيريود، حصل كونتراكشن، وهو لسه العضله بتعمل ريلاكسيشن، ما تمش لسه، ما عملتش ريلاكسيشن كامل، رحت انا جاي مديها السكند ستيمولس، يحصل ايه؟ تقوم تطلع بالظبط، تطلع تعمل كونتراكشن وتنزل تاني. عملت لي اثنين كونتراكشن. هنا العضله تستجيب لمؤثر ثاني، فلما وقع هذا المؤثر الثاني وفي لسه بس بدايه ريلاكسيشن، ما كملش الريلاكسيشن كان المفروض يتم، يبقى يوصل هنا. قبل ما يوصل للريلاكسيشن ده هنا لسه ما كملش، اديت السكند ستيمولس راح مرتفع ثاني. واعمل لي سكند كونتراكشن. الحالة اللي بعد كده، اديت الفيرست ستيمولس، اعمل لي ليتنت بيريود، واعمل لي كونتراكشن، واعمل لي ريلاكسيشن كامل، فور انتهاء الريلاكسيشن رحت جاي مدي السكند ستيمولس، يعمل سكند كونتراكشن، قد الاولاني ولا اكبر؟ اكبر. الحته دي كنا سمعنا عنها قبل كده في حاجه اسمها سير كيز فينومينا، خاصية ضربات السلم. جت أكثر ريلاكسيشن يا شباب، السكند كونتراكشن اللي جاي نتيجة السكند ستيمولس بيبقى أكبر وأقوى. لأن إحنا اتفقنا مع الفيرست ستيمولس لما حصل كونتراكشن في كالسيوم خرج من السيسترم وراح في السيتوبلازم. لما جه يحصل الريلاكسيشن يعني معظم الكالسيوم هيرجع للسيتوبلازم. فنتيجة إن ده جاست أكثر ريلاكسيشن ما كانش معظم الكالسيوم رجع، لكن في شوية كالسيوم موجودين في السيتوبلازم.
ما رجعش كله، ما رجعش بنسبه 100%، ولذلك لما جيت سكند ستيبرس عمل كونتراكشن اكتر. رقم اثنين، انا لما عملت الكونتراكشن الاولاني العضله دفيت، لما جيت اعمل الكونتراكشن رقم اثنين السكند ستيمولس جاست افضل دليل اكتيشن بيريود، على طول حصل سكند كونتراكشن اكبر. النظريه دي خدناها قبل كده بعنوان ستيرتيز فينومينا. ثلاثه ممكن تكتيك لو انا جيت من اهوت يا شباب واعمل لي كونتراكشن ثم ريلاكسيشن واستنيت خالص، وبعد الريلاكسيشن بمده جيت اديت السكند ستيمولس نرجع كونتراكشن وريلاكسيشن عادي جدا. فده اللي بيسموه تاثير تراكمي. انا بدي فيرست ستيمولس وعايز اشوف لو اديت سكند ستيمولس هل سيتراكم التاثير ولا لا. فده بيسموها الافكت اوف تو سكسيسيف ستيمولاي. طب افكت اوف مالتيبل سكسيسيف ستيمولاي يعني لو مش هما اثنين ستيمولاي بقى، لو اكتر من كده، لو العدد اكبر بيسموه مالتيبل يعني عديد، مالتيبل سكسيسيف ستيمولاي. مالتيبل سكسيسيف ستيمولاي هتفرق، تفرق ازاي؟ بص حضرتك ادينا ستيمولاس رقم واحد عامل سيمبل ماسل تويتش لتنسيبيريود وكونتراكشن وريلاكسيشن. احنا صممنا بقى ان احنا نخلي الفريكونسي، الفريكونسي ده معدل اعطاء الاستيمولات. لو انا افترضت ان انا مستني لغايه ما السيمبل ماسل تويتش يتم يكمل كونتراكشن وريلاكسيشن، واتفقت ان عند جاست افتر ذا ريلاكسيشن بيريود الواحد ده اروح مدي السكند استيمولات، يحصل ايه؟ يحصل كونتراكشن اقوى. انا بقول هنا مالتيبل العديد مستني عند جوست افتر ذا ريلاكسيشن بيريود واروح مدي ذا ثيرد ستيمولس يقوم يحصل كونتراكشن اقوى لغايه ما بعد كده هوصل لمرحله الثبات البلاتو. الكلام ده اتشرح قبل كده ده انا بعيد. فيعمل لي حاجه اسمها ستير كيزس فينومينا. فالستير كيزس فينومينا لو انا اديت مالتيبل ستيمولاي عديد من الاستيمولاي كلهم ماكسيمال كلهم متساويين في القوه، هبص الاقي اول كونتراكشن اقوى. لو انتظرت عشان افتر ذا ريلاكسيشن بيريود واديت السكند ستيمولاي هيديني كونتراكشن اقوى شويه. اللي بعده لو انتظرت جاست افتر ريلاكسيشن بيريود يديني كونتراكشن اقوى شويه، لكن بعد كده مع الستيمولس 4 و5 و6 الكونتراكشنز بيحصل لها ثبات، وده اللي شرحناه قبل كده تحت عنوان حاجه اسمها ستير ايد، يعني نظريه درجات السلم او تريب بالالمانيه، تريب يعني سلم، نظريه درجات السلم. طب لو جيت ادي مالتيبل سكسيسيف ستيمولاي، بس بص موقعها، هي اللي يفرق الموقع يا شباب. لو زودت المعدل شويه، فرعت المعدل بتاع الاعطاء للستيمولاي هذه المؤثرات بشرط وقوعها اثناء الريلاكسيشن بيريود. بص حضرتك هذه الفيرست ستيمولس ليتنت بيريود كونتراكشن، وهو جاي يعمل ريلاكسيشن، ما انتظرش لما العضله تعمل ريلاكسيشن كامل. انا زودت معدل فريكونسي اعطاء هذه الستيمولاي المتساويه في القوه. بص السكند ستيمولس هنا هيعمل ايه؟ بص مطلع كونتراكشن دي قبل ما يوصل للريلاكسيشن الكامل ادي ستيرد ستيمولس. ستيمولس رقم 4 قبل ما يوصل يعمل ريلاكسيشن كامل. ايه ده؟ العضله بتعمل كونتراكشن وما تكملش الريلاكسيشن، وتطلع تاني كونتراكشن وما تكملش الريلاكسيشن، وتعمل كونتراكشن وما تكملش الريلاكسيشن. بيسموا القصه دي يا شباب الكروما، او يسموه incomplete بتنقص.
زيد نص يعني contraction، وincomplete تبقى نص معناها ان في contraction بيتم لكن العضله ما بتوصلش للريلاكسيشن. دي يا شباب تظهر كده زي الحركه اللي انا هعملها دلوقتي كده contraction لكن ريلاكسيشن لا يكتمل، مش بتسلم العضله تعمل ريلاكسيشن. دي بتحصل مع بعض انواع التشنجات بيسموها كلونس. ما نفهم يعني ايه كلونس، على فكره ده درس عملي. ايه الكلونس ده؟ انا بدي فيرست ستيمولس تقوم العضله عامله كونتراكشن، قبل ما توصل للريلاكسيشن الكامل تروح مديها سكند ستيمولس تروح عامله كونتراكشن اعلى. تيجي تريح الحقها بالثالث تروح عامله كونتراكشن. اجي تيجي تريح الحقها بالرابع تروح عامله كونتراكشن. العضله هنا بتعمل كونتراكشن كامل لكن ما بتلحقش ترجع للريلاكسيشن. بلحقها بسكند ستيمولس، ده وقت معدل اعطاء الاستيمولات، ولذلك ده بيسموه كلونس. الحاله الثالثه لو زودت معدل الاستيمولات اكثر واكثر، لو زودت الفريكونسي اكثر واكثر لدرجه انه هيقع اثناء الكونتراكشن، بص هيحصل ايه؟ معدل اعطاء الاستيمولاي بالسرعه، يعني بمعنى بص حضرتك بص الرسمه دي ادي ستيمولس ده فيرست ستيمولس. لو انا بدي المعدل للستيمولاي سريع السكند ستيمولس يقع في فتره الكونتراكشن. الستيمولاي معدلها وسط يقع في فتره الريلاكسيشن. الستيمولاي معدلها بطيء نسبيا يقع في فتره جاست افتر ذا ريلاكسيشن. حسب انت الستيمولس الثاني ده او الثالث او الرابع هيقع فين؟ هيؤثر فين؟ لو زودت معدل اعطاء الاستيمولاي لدرجه انه وقع اثناء الكونتراكشن بص هيحصل ايه؟ ادي السكند ستيمولس، ده العضله عامله كونتراكشن. والعضله لسه عامله كونتراكشن اديت فيرست ستيمولس اس 3 لانها العضله عامله كونتراكشن. اس 4 كونتراكشن، 5 كونتراكشن، 6 كونتراكشن، والعضله ادناها معلقه في الكونتراكشن. ويوم ما حضرتك تقطع المصدر الكهربي وتتوقف واحنا بقى ترجع للريلاكسيشن. الحاله دي سموها كومبليت يعني مكتمل، تيتنس يعني كونتينوس كونتراكشن. ده احنا ممكن نعملها زي ما انا عاملها دلوقتي، انا مخلي العضله بتاعتي دلوقتي عامله ايه؟ كونتراكشن مستمر مفيش ريلاكسيشن. انا عمال ابعد ستيمولاي ورا بعضها كلها اثناء الكونتراكشن، ما انتظرتش يحصل ريلاكسيشن، فالعضله بتاعتي اتشنجت على الوضع ده، عملت كونتينوس كونتراكشن على هذا الوضع. زياده حجم العضله مفيش زياده حجم العضله ولا حاجه خالص. دي تعبير درس عملي، ده موجود في العملي، ان انا اديت الفيرست ستيمولس عملت كونتراكشن، بس اثناء لسه وهو بيعمل كونتراكشن رحت انت بتدي السكند ستيمولس. ده ان انا عامل كونتراكشن. الثالث وهو عامل كونتراكشن، الرابع وهو عامل كونتراكشن، فتخلي العضله بتاعنا عامله كونتينوس كونتراكشن. بص يا فندم، الفتيك ظاهرة تتعلق بالوقت. يعني ايه تتعلق بالوقت؟ يعني مالهاش علاقة الفتيك انا اديت السكند الستيمولاي بعد في الكونتراكشن او اديتها في الريلاكسيشن او بعد. مدة اجهاد العضلة طول، اديت للعضلة ستيمولاي كتير لدرجة ان العضلة بعد 10 دقايق بعد ربع ساعة خلاص. فالعضلة هنا بتستجيب معايا اهو انا عامل كونتراكشن. بس اكيد لو انا قعدت اكرر الحركة دي ربع ساعة تلت ساعة هتلاقي الكونتراكشن يبقى هيحصل فيه شويه فتيك، فالفتيك متعلقه بوقت. لعيب كوره هيبدا يعاني من فتيك بعد ساعه من الماتش او بعد نص ساعه من الماتش. عضله تخش فتيك لما عمال اشتغل تجارب على هذه العضله لفتره طويله من الزمن، دقائق ساعه ربع ساعه نص ساعه هتبدا العضله تنهد. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على تجربه واحده. موسم الاستيمولاي ورا بعضها وقع فتره الكونتراكشن تخلي العضله عامله كونتراكشن على طول. طب ما العضلة امتى تعمل لها ريستريشن؟ لما تطلعي التيار الكهربي عندها. ده بيسموه كومبليت تيتلنس، وده سؤال في الشفوي للدكتور علي خليل. ما الفرق بين الكلونس والكومبليت تيتلنس؟ ايه الفرق يا عبقري؟ نقوله اخر مره. عارف ان الناس مش مركزه معايا. بس بقول لحضرتك ركز معايا خمس دقائق وش هتفتكر دلوقتي. يبقى نقول ايه؟ ده سؤال مهم في الشفوي. ما هو الكلونس؟ ما هو الكومبليت تيتونس؟ ثاني لو انا هدي مالتيبل يعني هبيع سكسسيف ورا بعضهم
ماكسيمال دي اللي وقع من الكتاب ماكسيمال ثبته قوه كل القوه بتاعت الاستيمولا الثابته المختلف ايه معدل اعطاء الاستيمولات هاتي فيرست ستيمولات كونتراكشن وبعد كده ريلاكسيشن جست اكتر في ريلاكسيشن اديت السكند ستيمولات يعمل السيركت ستيمولات صرعت اعطاء المعدل ده فريكونسي اللي مكتوب عند حضرتك يعني صرعت صرعت يعني ما انتظرتش لما يعمل جست اكتر ريلاكسيشن لا هستنى لما تيجي تعمل بدايه الريلاكسيشن يعني السكند ستيمولات هيبقى وقته هنا قبل لسه العضله كونتراكشن لسه العضله دي بتعمل ريلاكسيشن ما كملش حطيت انت بدي السكند ستيمولات طلعت المعدل شويه تطلع العضله عندك كونتراكشن تاني وتيجي تعمل ريلاكسيشن انت مفرع اس 3 طبعا عندك كونتراكشن تاني وريلاكسيشن ما يكملش كونتراكشن وريلاكسيشن ما يكملش كونتراكشن وريلاكسيشن ما يكملش دي عضله بتتشنج كورونا لها اسم تاني تريمور يبقى ازيد لا ازيد ازيد ليه؟ لان الظروف كده تغيرت الكونتراكشن الاولاني كسر العضله شويه الكونتراكشن الثاني بيعمل كونتراكشن والعضله داخله شويه فزودت معدل الكونتراكشن كده القمه الثانيه بتبقى اعلى شويه الثالثه بتبقى اعلى شويه التجربه بتاعتنا التجربه دي احنا بنعملها في المعمل عندنا وبنبدا ونطلع الكيرفات دي ثلاثه لو زودت معدل اعطاء السيميلار لو زودت الفريكونسي مالتيبل ستيمولات ورا بعض مش مستني بقى العضله تعمل ريلاكسيشن كلها تقع في مات كونتراكشن الفيرست ستيمولات هو بيعمل كونتراكشن السكند ستيمولات كونتراكشن السكند ستيمولات كونتراكشن ده العضله معلقه في الكونتراكشن انت تعمل ريلاكسيشن اه لو حضرتك قطعت التيار الكهربي ما اديتش ستيمولات فتلاقي ان العضله تشنجت على هذا الوضع بيسموه كومبليت تيتونس يعني ايه تيتونس هنا؟ تيتونس هنا معناها تعني كده كونتين وات كونتراكشن يعني ممكن تسميها ريزو لكن الاسم العلمي للتجربه العمليه رايزول دي حاجه بتحصل لجسم نتيجه يعني جسم بشري وبتحصل له نتيجه اسباب مختلفه بعد الوفاه نتيجه حمى نتيجه اعطاء حقن الكالسيوم كالسيوم رايزول نتيجه شد عضلي لا دي تجربه في المعمل لا هنا مالهاش علاقه بالاي دي هنا لها علاقه انا دلوقتي بدي العضله ستيمولات بدي كونتراكشن قبل ما تعمل ريلاكسيشن بديها سكند ستيمولات قدمناها في كونتراكشن قبل ما تعمل ريلاكسيشن بديها سكند ستيمولات قدمت العضله معلقه في الكونتراكشن زي ما انا عامل كده وعامل كونتراكشن مستمر العضله ما فكتش ما عملتش ريلاكسيشن خالص ما ريحتش انا عمال ابعت لها مالتي ستيمولات دي ما احنا ممكن نعملها في المعمل بقى بيسموها كومبليت السؤال هنا هو فبعد ما تقول للدكتور علي اجابه الكولونات واجابه الكومبليت تيتونس يوم السؤال عشان يختم وتاخد الفول مارك في الشطر في الجزئيه دي يقول لك ازاي تحول الكولونات الى كومبليت تيتونس ازاي تحول الانكومبليت تيتونس اللي اسمه كولونا الى كومبليت تيتونس الرسمه بتاعتنا دي الكومبليت تيتونس والكولونات كان كده ثلاث طرق الفرق بين الحصول على الكورونا في التجربه والحصول على الكومبليت تيتونس كان الفرق في ايه؟ في المعدل اعطاء الاستيمولاي هنا الفريكونسي بتاعنا كان اسرع يعني الزمن بتاعنا اللي ما بين الستيمولاس والستيمولاس اقل يعني الفيرست ستيمولاس براح سكند ستيمولاس على طول فتره زمنيه قصيره ولذلك ما دورنا في الكونتراكشن عمالين ندي دي ستيمولات فانا بدناها متشنجه عامله كونتراكشن على طول اصل المسافه بين ستيمولات وستيمولات هنا في الفتره دي الزمنيه قصيره اما هنا انا بدي ستيمولات بستنى لغايه العضله تيجي تعمل ريلاكسيشن وتريح شويه بس مش متريح مكتمله مش تعمل كومبليت ريلاكسيشن ده انكومبليت ريلاكسيشن فاذا المسافه الزمنيه بين الاستيمولات هنا والاستيمولات هنا بتبقى اكبر نسبيا يا دكتور بقارن بين الكورونات والتيتنس سؤال ازاي احول ده انا بقول لك الفرق بين الاستيمولات ده والاستيمولات ده الفرق اكبر شويه في الزمن على فكره كلهم متساويين في القوه اكبر زمنيا المسافه الفرق الدليل ان ده وقع في الريلاكسيشن انما هنا الفتره الزمنيه قصيره الدليل ان وقع في الكونتراكشن
ازاي تحول ده ازاي تحول الكرونس الى كومبليت توتالس؟ قال لك بنعمل حاجه اسمها كولينج، نبرد العضله او نخلي العضله نجهد العضله، نعمل حاجه اسمها تثييب او ندي حاجه اسمها انتي كولينستين. لحظه من قصه كولينج، تعالى نشوف عضله انا كنت عامل عليها كرونس، بيقول لحضرتك هنعمل العضله دي كولينج. لما تيجي العضله دي يا شباب تبردها، الكونتراكشن بتاعها يبقى معدل وقته اطول. العضله لما يعمل لها كولينج الكونتراكشن بتاعها يبقى قوي؟ لا. يبقى سريع؟ لا. معناها ان الكونتراكشن بتاعنا هياخد فتره زمنيه اطول. انا المعدل ده مثبته كان يعمل لي كورنر قبل ما اعمل كولينج. المعدل ده كنت بقى قبل ستيمولس واحد، ستيمولس اثنين يعمل لي كورنر. طب العضله دي قلنا لها استريحي شويه يا عضله، واحنا جايين مدربينها عامل لها كولينج. العضله اللي تعمل لها كولينج دي تبردها ما تعملش كونتراكشن دايم، تيجي تعمل كونتراكشن مع الفيرست ستيمولس تلاقيها ايه اتاخر. فيجي فيجي الثاني يلاقيها لسه عامله ايه؟ عامله لسه كونتراكشن، فجايين كونتراكشن. وكان معدل الاستبيولاي ده كان في حاله بيعمل كورونا. لما بردت العضله او اجهدتها بقى الكونتراكشن بتاعها بطيء، فاصبح نفس هذا المعدل يخلي هذا اللي كان يعمل كورونا في حاله سابقه دلوقتي بقى يعمل تيتنس او كومبليت. يبقى ممكن بالكولينج، ممكن بالفتيك، ممكن باستعمال دراج اسمه انتي كولين ستريز. ايه الانتي كولين ستريز ده؟ بيوفر اصطاد الكولين، بيخلي عدد الامبلس يبقى اكتر اسرع افضل، ولذلك يبقى معدل الامبلس هيبقى اسرع، يبقى يحصل في فتره الكونتراكشن. ولذلك العضله هنا اللي كانت ممكن تعمل في التجربه السابقه كلونر، دلوقتي باستخدام وتغير الظروف سواء بالكولينج او التدريب او الانتي كولين ستريس دراج اصبحت ممكن تعمل لنا حاجه تسمى تيتانوس، هي نفس العضله. يبقى اذا النقطة يا شباب ده سؤال في الشتوي، سؤال الصميشن ده سؤال شتوي. ال اي ام جي الكترومايوجراف لا السيركل فينومينا معدل اعطاء الاستمرار بيبقى اكثر ذا ريلاكسيشن بيرد. انا عندي ريلاكسيشن كامل ماشي، لكن لسه ما اتوقفش عليه وقت، يا دوبك لسه منتهي، لسه بينتهي ايميديتلي مباشره. لو اديت سكند ستيمولس انا كنت هشرح اكثر. الاستيميولاي المعدل لاعطاء الاستيميولاي بتاعها اتفرض في فتره زمنيه بين واحد والثاني، فتره زمنيه معينه كانت بتعمل كورونا. ممكن نغيرها هتبقى هيبقى انت دخلت تيتانوس على طول. اتغير الايه؟ اتغير الشكل. ممكن او الكومبليت دي بتتطلع المعدل. انا بقول لك من غير بقى انت بتتطلع المعدل، ممكن تقول المعدل الثاني ازاي بقى انت تخلي العضله دي عشان نقول كله ماكسيمم فكله متساوي مفيش فرق. الاي ام جي يا شباب لو عايز تكتب عليه للاطلاع فقط بتكتب عليه للاطلاع فقط الكترومايوجرافي. لا 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 خالص الكترومايوجرافي هنقول لحضرتك لما تحب تقرا، يعني للهواة الاطلاع اقرا ايه بالظبط؟ الكترومايوجرافي، الكترو يعني كهرباء ومايو يعني عضله وجرافي يعني تسجيل، تسجيل كهربيه العضله. ترجمها بالعربي كده يطلع ديفينيشن ريكوردينج of electrical muscle activity. احنا بنجيب جهاز، الجهاز ده اسمه الكترومايوجراف. ايه الجهاز ده؟
بيحول الطاقة الميكانيكية اللي هو المصل كونتراكشن إلى كهرباء تترسم على ورقة. هذا الجهاز بيحول الكونتراكشن الميكانيكال الطاقة الميكانيكية، الجهاز ده بيحولها إلى معبر عن طاقة كهربائية، بيحولها إلى طاقة كهربائية، ترانسديوسر محول بيحولها إلى طاقة كهربائية، الطاقة الكهربائية دي بتترسم على ورقة. الرسم ده بيسموه الكترومايوجرام. دي عند الدكتور أسامة خليل مراكز الأشعة، يقول لك إيه؟ هناك رسم العضلات أو الكهرباء. الكترومايوجرافي دي عملية الرسم نفسها، عملية التسجيل. الكترومايوجراف ده اسم الجهاز. الكترومايوجرام دي الورقة اللي طلع عليها النشاط الكهربي المعبر عن قوة الكونتراكشن بتاع العضلة بتاعت حضرتك. احنا المطلوب مننا النورمال الكترومايوجرافي، الابنورمال غير مطلوب. ولذلك يا شباب قال لحضرتك ادي عضله، ادي انتيريو هورن سيل طالع منها سنجل اكسون. شكرا، ده الامتحان لازم انا يلا عشان نبدا الامتحان. ادي انتيريو هورن سيل، ده كلام في النيرف. الموتور يونت الانتيريور هورن سيل واحده طالع اكسون واحد رايح لشويه ماسل فايبر، رايح لشويه ماسل فايبر، لكن مش رايح العضله كلها. اما العضله كلها فبتاخد من انتيريور هورن سيل في كذا سيجمنت، في اكتر من سيجمنت، وادي النيرف اللي رايح كل واحد رايح لشويه ماسل فايبر داخلها. اكيد ده كله بقى هذا الموتور بول او هذا النيرف هو ده اللي رايح يدي هذه العضله، بيسد كل واحد من دول موتور يونت، انما كلهم بقى اسمهم موتور بول. الموتور يونت تطيع اول اور نان، انما الموتور بول او كل النرف ده كله لا يطيع اول اور نان. يعني ايه لا يطيع اول اور نان؟ يعني كل ما تدي ستيمولاس اكبر شويه كل ما نلاقي الريسبونس بقى زايد شويه. فاحنا لقينا يا شباب الالكترومايوجرافي ده ديورنج جريد، ديورنج جريد لو رحت انا الجهاز الكهربي اللي احنا بنتكلم عليه ده انا اترس العضله بتاعتي هي اترس، ووصلنا بيها الجهاز اللي بيحول الطاقه الميكانيكيه الى طاقه كهربيه، الجهاز ده يسجل حاجه ولا ما يسجلش حاجه خالص؟ يسجل ليه؟ مش ديورنج جريد انت يا دكتور عرفتنا ان المصل فيه كونتراكشن بسيط جدا وبدرجه بسيطه اسمه مايلد كونتينوس كونتراكشن اسمه المصل تون. فديورنج جريست يا شباب لما اجي تلاقي الجهاز ده بيبقى حاسس منها كده حاجه بيد لاين كده، حاجه خفيفه كده بسيطه تعبير عن كهربيه بسيطه اترس. فلما تيجي تطلب مني اني اؤدي نشاط عضلي اعمل ماسل كونتراكشن اعمل ماسل اكتيفيتي، لما تيجي تقول لي امسك المقبض دوت كده اهوت وابدا زق المقبض ده بس بقوه بسيطه قوي، يعني امسك المقبض كده بس بسيط. فيقوم الجهاز بتاعي المعبر عن النشاط العضلي ان بيحوله الى نشاط كهربي، انت اديت ستيمولس اكبر فيبقى اثنين موتور يونت اشتغلوا. طب الستيمولس اكبر ثلاثه موتور يونت اشتغلوا. الستيمولس اكبر اربعه موتور يونت اشتغلوا. انا اقصد كل ما بتزود في الستيمولس كل ما بتلاقي في كونتراكشن او علامه للكونتراكشن اكبر اللي هي مترجمه كهربيه. ولذلك ده كانت ديورنج ريست حاجه بسيطه كده بنسميها بيضا لاين. نشاط كهربي بسيط. واتفقنا ان العضله عامله كونتراكشن بسيط جدا. طب انا بدات اعمل مينيمال اكتيفيتي، شويه موتور يونت يستجيبوا، فبص تلاقي ايه؟ الموتور ده شويه، شويه بوتنشال تشينج فيها زياده شويه. قلت لحضرتك لا، شد على المخبط ده قوي. بس مش يعني مايلد او مودريت، يعني بصوره متوسطه، مش بقوه اكبر قوه عندك. بقى ظهر الالكتريكال اكتيفيتي احسن. لكن لو قلت لحضرتك لا انا عايز سيفير ماسل اكتيفيتي بصوره مبالغ اقوى حاجه عند حضرتك، بص هتلاقي اللي يحصل. تلاقي الجهاز بتاعنا بدا يرسم موجات كهربيه، طبعا الرسم اللي بيحصل ده متداخل ما تقدرش من سرعته وتداخله يسموه الانترفيرنس باترن. شكرا. ديورنج ريست قبل ما اطلب من حضرتك تعمل نشاط عضلي
الكهربية بسيطة، هو سنجل لاين. لما تقدر حضرتك تأدي مينيمال اكتيفيتي للمصل، أدي شوية موتور يقول تشتغلوا عدد بسيط، اعمل لي كهربية سجلت بسرعة أكبر شوية. بقى بوتنشال تشينج ظهر أو زادت شوية. لما حضرتك توقع لا الأداء العضلي يزداد شوية بقى مودريت، لا واضح بقى اللي فيه إن هو ريكوردنج الكتريكال اكتيفيتي واضح ايدنتيفايد، أقدر أتعرف عليه شكله كده هو يعني واضح عن الحالتين السابقتين. لما تغطي أداء عضلي كبير قوي جدا، لا بدأ يبقى بقى هنا هو معدل الريكوردنج للإلكتريكال اكتيفيتي زاد جدا لدرجة إن بقت الموجات اللي مرسومة دي متداخلة يسموها انترفيرنس. انترفيرنس يعني متداخل. انترفيرنس باترن ده اللي مطلوب مني. طب ده لو حد حب يقرا هذا الموضوع، الموضوع للإطلاع مش مهم. فإذا حد يقرا حاجة يقرا النورمال اللي أنا قلته، إنما الأبنورمال مش طبعا.